أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف العاشر. هذا فيديو الوحدة الأولى في الفصل الثاني، سنبدأه بالتفصيل. دعونا نبدأ بداية. وكما يظهر أمامكم، سيكون العمل الأدبي المسرحية بيت الدمية هي أساس العمل في هذه الوحدة. بالطبع سنبدأها بكتيب المسرحية، سنتعرف إلى فن المسرحية وهو قصة حوارية تقوم على الحركة والصراع وتتجسد من خلال التمثيل على خشبة المسرح، وهي أكثر فنون الأدب صعوبة في الكتابة وأشدها حاجة إلى المهارة والملكة واسعة التجربة. نتناول هذا الفن بداية بأنشطة تمهيدية نبحث خلالها عن الكاتب، أو نبحث خلالها عن أثر المسرح في تنمية وتطوير المجتمعات، ونبين أهمية دراسة الأدب المترجم، وأيضا سنتعرف إلى أشهر كتاب المسرح في الوطن العربي، ونتناول أحدهم نناقش حياته ونركز على أعماله المسرحية. بعد ذلك سنتعرف إلى عناصر الأساسية لبناء المسرحية، وهي كما يظهر أمامكم: الشخصيات، الصراع، البناء، الحوار، الحدث. الشخصيات هي في المسرحية التي توجه أحداث القصة وفقاً لأبعادها الثلاث: الجسمية، النفسية، الاجتماعية. لذا لابد من التمييز بين أنواع الشخصيات المختلفة فيها وفقاً لنوع ولون الصراع المحتدم بينها. بداية، هناك شخوص رئيسة محورية كشخصية البطل التي تتمحور حولها الأحداث وتتصل بها، وهي لها المشاركة الأكبر في الأحداث، وغالباً ما يتعلق الصراع بها، ويجب أن تكون نامية، متطورة، بارزة في المسرحية منذ البداية حتى النهاية. الشخوص الثانوية، وهي أقل ظهوراً في الأحداث وأدوارها مكملة للدور الرئيس الذي يقوم به البطل أو الأبطال، وغالباً ما تستخدم لإلقاء المزيد من الضوء على الشخصية الرئيسة. بعد ذلك الحوار، أساس المسرحية هو الحوار الذي يعطينا قيمتها الأدبية، فسواء كانت المسرحية ممثلة أم مقروءة، فإن الحوار هو الأداة الوحيدة للتصوير. إذ كان الحوار هو المظهر الحسي للمسرحية، فإن الصراع هو المظهر المعنوي لها. والفكرة في التآلف المسرحي، إذ لم يتبلور من خلال الصراع، فقدت تأثيرها وقوتها. بعد ذلك الصراع، وهو قوام البناء الدرامي للمسرحية، وهو أهم العناصر فيها. يستمد قوته من مقدار التباعد بين موقفين أو فكرتين أو قوتين متعارضتين، وكلما كانت القوتان المتصارعتان متقاربتين كان الصراع قويا، والمسرحية الناجحة هي التي يكون فيها الصراع سببا في الصراع الذي يليه. الحدث، مجموعة الأفعال، المواقف التي تتصل بفكرة واحدة أو موضوع واحد. تقوم الشخصيات في المسرحية بمهمة تنفيذها، وتشمل المسرحية عادة على حدث رئيس تتفرع منه أحداث ثانوية وترفضه دون أن تطغى عليه، إذا تبقى هي صغيرة مقابل الحدث الأقوى. لذا يجب على الكاتب المسرحي أن يهتم بالوقائع والأحداث المهمة، ولا ينسى قراءة التفصيلات الجزئية التي قد تشتت وحدة الحدث وتضعف البناء الفني للمسرحية. وليس شرطاً أن يكون الحدث من الوقائع الكبرى في حياة الناس. البناء عندما تتوافر لدى الكاتب المسرحي العناصر الأولية الأساسية التي ذكرناها، يستطيع أن يبني مسرحية ناجحة. ومن المعلوم أن بناء المسرحية يختلف عن بناء القصة، إذ بحكم الزمن وإمكانيات المكان، لابد أن تكون المسرحية مؤلفة من عدد من الفصول، من 3 فصول إلى 5، وقد تكون من فصل واحد. وفي حدود هذا العدد من الفصول، ينسق الكاتب المسرحي بناء
مسرحيته. والبناء الجيد للمسرحية الحديثة هو الذي يتخذ الشكل الهرمي الذي تبدأ بالعرض، أي عرض خيوط الأزمة شخصياتها والعلاقة القائمة بينها، ثم تأخذ بالنمو والتطور والصعود حتى تصل إلى قمة الهرم، ثم تنحدر نحو الحل الذي تنتهي إليه. أيضاً سنتعرف إلى الكاتب المسرحي النرويجي، وهو كاتب البطة البرية، وبعدها سننتقل إلى مجموعة من القضايا النحوية الألف الفارقة، كيف نميز بين الفعل الذي يحتاج ألف فارقة والفعل الذي لا يحتاج إلى ألف فارقة. علامات الترقيم، أيضاً سنتعرف إلى وظيفة علامات الترقيم وكيف نضعها وكيف نضيفها، النقطتان الرئيسيتان بين قال ومشتقاتها والكلام المنقول بين الشيء وأقسامه للتمثيل الشيء والتوضيح، مثلاً الحال اسم منصوب وهكذا. أيضاً الشرطة سنعرف أين نضعها بين العدد والمعدود، أيضاً في بداية جمل الحوار قبل الجملة المعترضة وبعدها، علامة الاستفهام في نهاية الجمل الاستفهامية، علامة التعجب في نهاية جملة التعجب، والنقطة الفاصلة المنقوطة والفاصلة، علامات الحذف، علامات التنصيص، القوسان، وأيضاً القوسان الهلاليان والقوسان المعكوفان. وأيضاً سنتطرق إلى موضوع ربما هو سلس وسهل ومر علينا كثيراً، كيف نفرق بين الهاء والتاء والتاء المفتوحة والمربوطة، وذلك بإثراء هذه المادة بأوراق عمل تعطينا فكرة واضحة عن الموضوع. هذا هو عرض سريع لما ستتكون منه هذه الوحدة، وحدة مفاتيح السعادة. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.